هلا يا مرحبا واول من يرحب بك محمد، هلا يا مرحبا واول من يرحب بك محمد، رفيع المنزل اهدم مثل جناب مشرف ثماله، أبشركم مصلي في الحرم ومختم الأوراد، وبهرج مع حلي في الجنة قبل يغني الحالة، عساكم للبقايا وارثين الطيبة والمجاد، ولا يستغرب تكميل من حماد وعياله، تهرج ونوعت أهل الوفا لا تخلف الميعاد، وهرج فيها ولا فيها فلا الله ولا فلا أنا أشوف السباق اشتد والميدان فيه جياد، وإذا مشيت بطالة متكي فوق مركايا وغني عدي يا عداد، ولا ودي يجي للعقد يا فهمان حلاله، سمعت بعلم فوز مار ما شفته على الميراد، يجوز السر في دلوه ويمكن ضيع اللي اتكيت من حقك واعرف انك وريث اجداد، لكن الرزق لا يمكن يجيك
غزاله باغيت ارد وشفت الرومي يملا قربت الاكراد باغيت ارد وشفت الروم تملا قربت الاكراد وعدن جامع الرومي وكردي مالي أنا صاحي لمكر الخصم واقف له على المرصاد لكنه ما وصلني يدري أن الذل أشواله يا فوزي ليه ما يربطك مع فواز ملح وزاد زمالتكم تنكرتم لها بسباب زماله هلا يا ولد ترى الحجاج صال وجال لكن ما بنى بغداد بنوها بعد مات وكل واحد نعرف فعله أظنك يا شباب من تناسي قصة ابن عباد ولا أنت كاتب رسالة ولا أنت مرسل رسالة وش يعرف كيف بغداد وانت ما وصلت بلاد ولا الحجاج خالك يا زميل ولا انت بخاله Thank you.
كتبنا لجل تقرا الخط والدنيا فرح وعياد يجيك الخير والبيت الكبير يظلك ظلاله.